أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج إكس الجميل. اليوم يا عزيزي حلقتنا حساسة ومهمة جدا، وشان هيك بده تركيز، والتركيز بيجي مع فنجان قهوة، كاسة شاي أو مشروبك الساخن، هيك زبط لي إياه وحطه جنبك وبلش بشفة منه. موضوعنا اليوم أيها المشاهد الجميل بخص فئة كبيرة من الناس أو كل الناس بتعاني منه، هو الاسترس أو التوتر. لهذا السبب رح نتعمق فيه وبتفاصيله بحيث نفرفط الموضوع هيك ونطالع منه كل شيء. نفرفطه يعني نجزئه. فما في داعي أقول لك اشترك بالقناة وحط لايك وشارك الفيديوهات مع أصحابك وحط لنا تعليق حلو عن رأيك بالحلقة بحيث نعرف رأيك ونحسن من المحتوى. المهم خلينا نبلش. المهم جسمك مصمم لمواجهة التوتر بأساليب تهدف إلى حمايتك من تهديدات الحيوانات المفترسة وحتى غيرها من الأشياء اللي بتعرضك للاعتداء والخطر. هذا الكلام كان في الماضي البعيد. نحن عايشين اليوم في مدن ما فيها وحوش أو حيوانات مفترسة بحيث تفترسنا أو تجينا فجأة وتنقض علينا، واليوم باتت مثل هاي التهديدات نادرة. بس هذا لا يعني إنه الحياة خالية من التوتر. أنت اليوم بتواجه متطلبات متعددة مثل تحمل أعباء عمل مرهق وضخم وسداد نفقات عائلتك ورعاية، مدير عمل سيء، تشعر بالإرهاق وذلك نتيجة الضغوط النفسية وكثرة التفكير فيها ومحاولة الهروب منها، فيزداد الشعور بالتعب. هون بيتعامل جسمك مع هاي الأمور الثانوية باعتبارها تهديدات بتستهدفك شخصيا، وقد تشعر نتيجة لذلك كما لو كنت عرضة باستمرار للاعتداء، ولكن بإمكانك مقاومة هذا الشعور، فما في داعي بأن التوتر يأثر على حياتك. عزيزي المشاهد المتوتر اللي ما بتنام بشكل جيد وبتتقلب في نومك لما بتنام وبتشعر بالانزعاج والكآبة، رح أعطيك مثال بسيط. صح المثال بعيد شوي بس رح تتوضح الصورة بعد مرور كم سطر في الحلقة. المهم أنت عمالك تتجول الصبح ومبسوط، فجأة يواجهك كلب ضخم وينبح يعوي عليك. فهون الوطاء هو حلقة الوصل بين الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي من خلال الغدة النخامية، وهي منطقة صغيرة في قاعدة الدماغ. هاي بتطلق نظام الإنذار في جسمك من خلال الجمع بين الإشارات العصبية والهرمونية بما في ذلك الأدرينالين والكورتيزول. الأدرينالين يا عزيزي بيرفع من معدل ضربات القلب وبيرفع ضغط الدم وبيعزز من أمدادات الطاقة، ويرفع الكورتيزول، والكورتيزول هذا هو هرمون التوتر الأساسي. الكورتيزول بحد من الوظائف الغير مهمة أو الضارة في مواقف الهروب أو حتى المواجهة، وبيتواصل جهاز الإنذار الطبيعي المعقد هذا كمان مع مناطق في الدماغ اللي بتتحكم في حالتك المزاجية والدوافع والخوف أو حتى لما بتنسى بعض الأشياء الصغيرة تشعر بالإحباط والعزلة. عزيزي المشاهد، قد يكون الإجهاد خارجيا ومرتبط بالبيئة، بس قد يكون كمان بسبب التطورات الداخلية اللي بتخلي الشخص يشعر بالقلق أو حتى المشاعر السلبية الثانية المحيطة بموقف ما. صنف الباحثين أنواع الضغوط المختلفة إلى 4 فئات، هي الأزمات والكوارث، الأحداث الرئيسية في الحياة، والضغوطات الصغيرة، والمتاعب اليومية، والضغوط في الحياة أو لما بيكون في مشاكل، وكمان الضغوط المحيطة. المهم بعد هذا التعمق المعقد او وجع الراس هذا، عادي خليك ريلاكس، ما في داعي انك تقلق خلص، لانه كلنا منمر ومرينا بهذا الشيء، لانك انت في هذا الوصف على الارجح عم تعاني من التوتر. والتوتر ما له شيء دائما سيء، بل بالعكس ممكن يكون مفيد لا يعطيك دفشه الى الامام، لانه بيساعد الضغط الايجابي على تحسين ادائك الرياضي، وبيعد عامل مهم في التحفيز والتكيف ورده الفعل اتجاه البيئه. لكن المشكله الكبيره وين؟ لما بيستمر وبيزيد عن حده. وعلى فكره مصطلح ايو ستريس اللي بنطلق عليها اسم ستريس بالانجليزي بدون اي او، اجى هذا المصطلح من الجزر اليونانيه، واللي بتعني هاي الكلمه بالاصل جيد، وهذا النوع اللي بيعاني منه معظمنا بشكل ممكن يكون يومي. فهذا رح يبدا بتغيير دماغك. التوتر المزمن يا عزيزي، بالاخص لما بتكون تعبان او لما بيكون في مشاكل، ولما بتستمر العوامل المسببه للتوتر مع الشعور الدائم بانك عرضه للهجوم، هيك رده الفعل رح تضل قائمه، وبهذا السياق ممكن ياثر على حجم الدماغ وبنيته وحتى على طريقه عمله. كمان انه التنشيط الطويل للمدى لنظام الاستجابة للتوتر والتعرض المفرط للكورتيزول وغيره من هرمونات التوتر الثانية ممكن يسبب اضطراب لجميع عمليات الجسم تقريبا، وهذا بخليك أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الصحية. الدكتور هان سيري في سنة 1974 اقترح عدة مشاكل وأشكال مختلفة الناتج عن التوتر، منهم الاكتئاب، الصداع، مشاكل النوم والقلق، مشاكل الهضم وشد في العضلات والألم فيها، مرض القلب والنوبات القلبية، ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، وحتى زيادة الوزن. شو
هاد؟ وحتى ضعف الذاكرة والتركيز، وبيوصل تأثيره حتى مستوى جيناتك. تخيل الموضوع أكبر من هيك بكتير، أكتر مما كنت بتخيل يا أبو عمير. طبعا قلت لك يا عزيزي التوتر هاد مشكلة، عم نعمل عنه حلقة كاملة يا عزيزي. لو الموضوع هيك صغير على الماشي ما كنا عملنا عنه حلقة. ده هالشي قلنا لك ركز وزبط فنجان قهوة. أيها المشاهد العزيز، لهذا السبب من المهم للغاية أنك تعرف الطرق الصحية للتعامل مع العوامل الحياتية المسببة للتوتر. بينشأ التوتر مما يدعى HPA، يعني المحور الوطائي النخامي الكظري. هذا سلسلة من التفاعلات بين الغدد الصماء في الدماغ وعلى الكلية اللي بتتحكم باستجابة جسدك للتوتر. لما بيكتشف الدماغ حالة من التوتر، بيختلف محور HPA اللي حكينا عنه بشكل فوري، وبيطلق هرمون الكورتيزول اللي بيدوره بيهيئ الجسم للتحرك الفوري. لكن النسب المرتفعة للكورتيزول بتحطم دماغك حرفيا على المدى الطويل. على سبيل المثال، بيزيد التوتر المزمن مستوى النشاط وعدد الروابط العصبية في اللوزة الدماغية، وهي مركز الخوف في الدماغ. ومع تزايد نسبة الكورتيزول، تنحسر الإشارات الكهربائية في الحصين، وهو الجزء المرتبط بالتعلم والذكريات والتحكم بالتوتر. وبيقوم الحصين كذلك بتثبيت نشاط محور الـ HPA. التثبيت هو من الحيل النفسية، وفيها بيقرر الفرد بإرادة ووعي أنه ما رح تشبعه دوافعه، وأنه رح يتعايش مع عدم إشباعه، لأنه إشباعها في الوقت الحاضر رح يكون صعب أو حتى مستحيل. بس في تعريف آخر، هو كبت المشاعر والأحاسيس والسلوكيات اللي بتسبب صرع وألم أو الضيق، أو ممكن تسبب مشاكل عند الفرد نفسه. لهيك لما بيضعف تضعف قدرتك على التحكم بالتوتر كمان. وهذا ما نكل شيء، بيقدر الكورتيزول يقلص حجم دماغك حرفيا. تخيل عزيزي المشاهد، تنام طبيعي تفيق تلاقي عقلك زغران، يا سلام. المهم، بتسبب النسبة المرتفعة فقدان السلات المشبكية بين العصبونات. وروح دور على معنى الكلمة عند عمك جوجل، لأنه إذا بدي أشرح كل كلمة ما رح نخلص اليوم. كمان بتقوم بتقليص قشرة الفص الجبهي، وهذا قسم الدماغ اللي بينظم بعض التصرفات مثل التركيز مثلا، واتخاذ القرارات، وإصدار الأحكام، والتفاعل الاجتماعي. وكمان بتقود إلى صنع عدد أقل من الخلايا الدماغية الجديدة في الحصين، يعني بتأثر على تطور دماغك بشكل كبير. وبالتالي هذا يعني التوتر المزمن ممكن يصعب عليك التعلم والتطور وحتى تذكر الأشياء، ويهيئ الجو لمشاكل عقلية أخطر في المستقبل كالاكتئاب وفي النهاية الزهايمر. قد يمتد تأثير التوتر يا عزيزي إلى الحمض النووي في الدماغ، وأظهر التجارب أنه مقدار الرعاية اللي بتقدمه الفارة الأم لمولودها الجديد بيلعب دور كبير في تحديد طريقة استجابة المولود للتوتر لاحقا في الحياة. المهم، أصبحت صغار الأمهات اللي بتقدم رعاية أقل حساسية للتوتر، لأنه أدمغتها طورت مستقبلات الكورتيزول أكثر، تلتصق بالكورتيزول وبتمنع الاستجابة للتوتر. في حين حصلت صغار الأمهات المهملة على نتائج معكوسة، حيث أصبحت أكثر حساسية للتوتر خلال حياتها. وبتغيير هاي التغيرات الفوق الجينية، أي إنها بتأثر على تحديد الجينات المحررة من دون تغيير الشفرة الوراثية بشكل مباشر، ويمكن إبطال هاي التغيرات إذا تم تبديل الأمهات. لكن هناك نتيجة مفاجئة، فالتغيرات الفوق جينية اللي سببتها فأرة أم واحد تم تمريرها إلى عدة أجيال من الفئران بعدها. وبتعبير آخر، نتائج هاي التصرفات كانت قابلة للوراثة، يعني بتنتقل من الأم إلى الأولاد. أيها المشاهد والمشاهدة، طبعا هذا لا يعني أنه الأمر سيء لدرجة أنه ما يكون له حل أو مضاد. كيفية التعامل مع الضغوط وبطريقة صحية تتضمن استراتيجيات التحكم في التوتر. ففي هناك عدة طرق لعكس تأثير الكورتيزول على دماغك المتوتر بشكل إيجابي، مثل اتباع نظام غذائي صحي وتخصيص وقت لممارسة الرياضة بشكل منتظم، مثل ما قلنا في حلقة التغيير الأخير، روح شوفها حلقة مهمة جدا، والحصول على قسط كافي من النوم، وكمان الاحتفاظ بدفتر يوميات وتدون عليه أفكارك، وكمان القراءة والاستماع إلى موسيقاك المفضلة. كل هاي الطرق يا عزيزي رح تفصلك عن حالة التوتر، ومن ناحية تانية رح تفيدك وتطورك في حياتك الشخصية. وأنك تكون واعي ومركز في محيطك بهذا الفعل رح يزيد حجم الحصين، وبالتالي هذا بيؤدي إلى تحسين ذاكرتك. ما في داعي أنك تشعر بالإحباط أمام ضغوط الحياة اليومية، وسيطر على توترك قبل ما هو يسيطر عليك. وبعد كل هذا التوتر، عيب عليك ما تشترك بالقناة وتحط لايك وتفعل زر الجرس. ومشان تعيش في محيط صحي، شارك هاي الحلقة مع المحيط، شارك هاي الحلقة مع الأصدقاء والعائلة، ولا تنسى تعمل لفة في القناة بين الحلقات السابقة. بشوفك الأسبوع الجاي. سلام. كأن لساعتك متوتر، ها؟ ريلاكس، خليك ريلاكس شوي 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 شوي. سلام.